الكونغولي جان جاك ندالا حكى مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية، يحمل سجلا مميزا مع الكرة المصرية بعدما أدار 7 مباريات سواء للأندية أو المنتخبات، انتهت مباراتان منها بالفوز وأربع بالتعادل وواحدة فقط بالخسارة. وشهد الظهور الأخير لندالا مع الكرة المصرية تتويج النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما كان ظهوره الوحيد مع المنتخب المصري في مواجهة أنغولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو اللقاء الذي شهد اعتراضات بالجملة من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة على القرارات التحكيمية بعدما تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح أكرم توفيق رغم عرقلته الواضحة داخل منطقة الجزاء. مباراة الأربعاء ستكون الثانية لندالا مع المنتخب المصري في وجود البرتغالي كيروش، فهل سيواصل الأخير اعتراضه على القرارات التحكيمية أم سينجح ندالا في العبور بالمباراة إلى بر الأمان دون أي أخطاء تحكيمية؟